السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا أهلا يا عبد الغالي. ازيك يا حاج؟ يا أهلا، ازيك أنت؟ ازيك يا حاج؟ اتفضلوا. ازيك يا فهيم يا فندي؟ الله يخليك يا سي محفوظ، ربنا يكرمك. تشربوا إيه؟ لا ولا حاجة يا حاج. ده ازاي؟ ده أنت أول مرة تشرفني، لازم تشرب حاجة. آخد قهوة سادة. ده أنا كنت عايز أجيب لك شربات ورد. أنت مجيتك لغاية عندي هنا تساوي كتير يا سي محفوظ. الله يخليك يا حاج. وانت يا حاج بدوي تشرب ايه؟ لما انا شربت بقى هي صوره ومال وتشرب تاني. لا بقى انا حاسبكم بقى عشان تشوفوا شغلكم وانا كمان اشوف حالي. متشكرين يا حاج. سلام ورحمه الله. تعبتك معانا. تعيش يا ابن الغالي. السلام عليكم. مع الف سلامه. يا فهيم. نعم. شاي حد للقهوه. حاضر يا حاج. ايه وزي الست وزي الاولاد؟ بخير يا حاج. الحمد لله الولاد ماشيين كويس في التعليم. ألف حمد وألف شكر، ربنا يخليك ليهم ويخليهم لك. الله يخليك يا حاج. الحقيقة عبد الغفور أنا كنت جاي لك في موضوع. أنا كنت فاكر إن دي قعدة تصافي. التصافي ما يتمش إلا بالشغل يا حاج. ماشي، عداك العين. أنا تحت أمرك، خش في الموضوع. انت عارف طبعا انهم هدوا محطة كهرباء شبرا الخيمة. ايوه انا رحت وعينت كل حاجة. وايه رأيك؟ انا لما عرفت ان الدور بتاعك قلت مبروك عليك. انت عارف المزاد ده يخش في كام؟ تقريبا مليون ونص. تقريبا كده. عشان كده انا قلت مفيش غير عبد الغفور يخش معايا شريك في المزاد ده. انت عارفني يا سي محفوظ، انا زي الفريك، محب الشريك. إذا كنت عاوز تسيب المزاد وتخلع وتاخد عرقه أنا تحت أمرك. عارف يا عبد الغفور، لولا إننا لسه يا دوب متصافيين أنا كنت عملتها زعلة كبير. ليه بس؟ ما أنت لسه قايل إن مفيش زعل في الشغل. إلا الشغل اللي يحط من صاحبه يا حاج. وأنت عارف كويس أوي الحاج إبراهيم سردين الله يرحمه عمره ما قبل عرق من حد. عايز ابنه يوطي راسه ويمد إيده ويقبل عرق من غيره. عدم المؤاخذة، ما تزعلش يعني، إيه اللي جبرك على المشاركة؟ ما تشيل العملية لوحدك. ما أخبيش عليك يا حاج، أنا مزنوق اليومين دول ومحتاج المزاد ده فعلا. البت على وش جواز وأنا كمان هحصل. إيه ده؟ أنت ناوي تتجوز على الست فوزية؟ زهقت يا حاج. الله، وأنت ما زهقتش أنت كمان؟ لا يا أخويا بعد الشهر، لا لا، ربنا يديمها عليا نعمة وأنا لاقي زي فاطمة دي. أبوك لو عايش الله يرحمه ما كانش راضي على الحاجات دي. أبويا الله يرحمه بقى. الله يرحمه. كل كلمة كانت تطلع من بقه حكمة. حكمة راح زمانها يا حاج. المهم ما قلتليش ناوي تخش معايا ولا لا؟ ما أقدرش أقول لا. أنت ناسي إنك ابني الغالي وأنا زيك مرضاش لاسم الحاج سردينة يتهز في السوق.